لم يخلو حطام وركام ما خلفته معارك التحرير في قضاء بيجي من المخلفات الحربية والألغام، فقد حمل الأهالي الحكومة بالتقصير بعد أن فقدوا 2 من أطفالهم مؤخرا، رغم تبليغ الأهالي بوجود هذه المخلفات الحربية للجهة المسؤولة. العبوات اللي بالبيجي ما إلها حل، يعني يومية قاعد نستنزف دماء ودماء أطفال ونساء. يعني قبل أكثر من 2 طقت عبوتين على أطفال وراحوا ضحيتها أطفال في منطقة الحريجية، وقبلها امرأة في الصينية. نعاني من هذه المشكلة، يعني مشكلة رفع المخلفات الحربية، وجات تأذي، وعندنا عدة حوادث صارت يعني بهذا الأمر، رغم الجهود المبذولة من الجهات الأمنية ولكن ما تكفي حجم هذه المخلفات وهذه المخلفات الحربية. تصير من الحكومة، ويعني نطالب الحكومة أن تشوف لنا صورة حل. المنطقة ملقومة جدا طلعت وعبوات، أنا راح أعيد خوالهم جوني المغرب شهداء 2، يعني شنو ذنبنا؟ شنو ذنب الأطفال؟ شنو ذنب العوائل هاي اللي راحت؟ يعني طالب الحكومة تجي المنظمة تحدده وتروح 6 أشهر 7 ما تشيل العبوة. معايفة 6 أشهر أنا صار مبلغ بيها، 6 أشهر بلغ الشرطة الأمن الوطني عندهم علم بيها وما حد شالها. الإدارة المحلية أكدت بأن هنالك منظمة بريطانية ستعمل على رفع هذه العبوات بالتعاون مع قيادة عمليات صلاح الدين وقسم شرطة بيجي، وتم وضع خطة عمل لرفع ما خلفته المعارك الطاحنة في حينها. اليوم كانت لنا استضافة لمنظمة هالي ستارت البريطانية لرفع العبوات والمخلفات الحربية، وبحضور قيادة عمليات صلاح الدين وقسم شرطة بيجي والجهات المعنية، وخصوصا منهم المختارين وذوي الضحايا الذي تم، وخصوصا بعد استشهاد أطفال 2 في قضاء بيجي بسبب هذه العبوات والمخلفات الحربية. قضاء منكوب، هذا ما وصفت به المدينة بعد عمليات التحرير، فعلى ما يبدو أن هذا الوصف سيبقى ملازما له حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. من صلاح الدين براك العان، قناة دجلة.